مرحبا بكم أعزائي متابعي قناة هل تعلم في كل مكان. جميعنا نصادف أشخاصا يتميزون بالروح الفكاهية التي تدفعنا إلى الضحك وتغيير المزاج قليلا، وجميعنا نصادف في الحياة اليومية أشخاصا يتعرضون لمواقف مضحكة أو تصدر عنهم أفعال مضحكة دون قصد، وهذا أيضا يدفعنا إلى الضحك. في هذا الفيديو جمعنا عددا من الفيديوهات المضحكة، ومن المؤكد أنكم ستخرجون من هذا الفيديو بمزاج جيد، لذا تابع الفيديو إلى النهاية. وكالعادة وقبل أن نبدأ، انزل للأسفل واضغط على زر لايك، كبر الشاشة ولننطلق سويا. يبدو أن والدي هذا الطفل يريدون منه أن يصبح طباخا عندما يكبر، ولذلك قاما بإلباسه زيا مثل أزياء الطباخين، ولكن يبدو من ملامحه أنه غير متحمس لهذه الفكرة أبدا، ويريد أن يصبح شيئا آخر. شاحنة خلط الإسمنت هذه كانت تسير على الشارع كأي شاحنة أخرى، وفجأة خرجت سيارة من الطريق الفرعي. نجح قائد الشاحنة في إيقافها في الوقت المناسب، ولكن خليط الإسمنت انصب على السيارة بكمية كبيرة لدرجة أنها تغطت من الخارج تماما، والآن يجب عليه أن يقوم بغسلها بسرعة. فجميعنا نعلم ما الذي سيحصل لها إذا تركت هكذا لعدة ساعات أخرى. يعتبر ركوب القارب نشاطاً جيداً لقضاء وقت ممتعاً مع الأصدقاء والعائلة، ولكن هذا النشاط يمارس في بيئة خطرة نسبياً، فأمواج البحر قد تهيج وتتسبب فيما لا يحمد عقباه، ولذلك يجب ارتداء سترة النجاة لكي لا يحدث أي مكروه. وهذا ما حدث مع هؤلاء الأشخاص الذين اصطدموا بالأمواج العاتية، وظلت المياه تدخل إلى القارب بكثافة شديدة في مشهد مضحك ومخيف في نفس الوقت. يتم نصب بوابة تغلق وتفتح في المناطق التي تتقاطع فيها سكك الحديد مع الشوارع العامة حسب ميعاد مرور القطار، وهذه التقاطعات لا تكون طرقاً اسفلتية بشكل كامل، بل يكون الجزء الحديدي منها بارزاً حتى يتمكن القطار من المرور. ولكن في هذا التقاطع قام السكان المحليون بتعبيد الطريق بشكل كامل، والقطار متوقف بالقرب من التقاطع لهذا السبب. هل رأيتم في حياتكم نهراً من النبيذ؟ في الحقيقة شهد هذا المنظر في إسبانيا عندما تسرب النبيذ من إحدى الخزانات وظل يجري على الأرض، فتشكل بسبب ذلك منظر غريب وفريد. هذه الفتاة خرجت من منزلها في الصباح الباكر للذهاب إلى المدرسة، فعلق جزء من ملابسها في الباب عندما أغلقته، وظلت تحاول فتحه ولكن دون جدوى، ولا ندري كم استغرقت من الوقت وهي في تلك الحالة. الشيء الذي يدعو إلى التفكير ماذا سيكون عذرها عن التأخر في الحضور إلى المدرسة. هناك أماكن مفضلة للتنزه بالنسبة لكل شخص، أما المكان المفضل لهذا الشخص فهو البحر. وفي إحدى المرات قام بتصوير شيء غريب حيث اجتمع الليل والنهار في مكان واحد، فإحدى الجهات كانت مضيئة والجهة الأخرى كانت مظلمة. يقول رجل الأعمال بيل غيتس أنه دائما ما يقوم بتكليف الأشخاص الكسالى لتنفيذ المهام، لأن الشخص الكسول دائما ما ينجح في إيجاد طريقة سريعة ومختصرة لأداء أعماله، ويبدو أن هذا الشخص واحد من أولئك الأشخاص.
فقد ظهر وهو يقوم بوضع شيء ما داخل صندوق السيارة، وعندما أغلقه تحطم الزجاج الخلفي، فلم تظهر أي تعابير على وجهه، بل ابتعد عنها وكأن شيئا لم يكن، وكأنه يقول: عملي مقتصر على وضع الأشياء في الصندوق فقط، ولا أهتم لأي شيء آخر. هذا الشخص أراد أن يغسل فمه، ولكنه لم يكبد نفسه عناء الذهاب إلى المغسلة، بل اتجه إلى خرطوم مضخة الغسيل بالضغط وقام بتوجيهها نحو فمه، ولحسن الحظ تركه في الوقت المناسب، لأن الضغط العالي قد يسبب في كسر الأسنان أو بإصابات بالغة. هذه الفتاة كانت تقوم بتنظيف فناء منزلها، وفجأة ظهرت شاحنة تسير بمفردها دون سائق، فعلمت أن صاحبها لم يقم برفع المكابح اليدوية، فهرعت إليها ونجحت في إيقافها. انتشر النقل التلفزيوني المباشر للمباريات الرياضية في جميع أنحاء العالم، وطاقم التصوير هو الذي ينقل لنا هذه الصورة الحية لكي نستمتع بمشاهدتها في المنازل، ولكن المصورين في هذه الأيام أصبحوا يركزون كثيرا على الفتيات اللاتي يحضرن إلى الملاعب، حتى أصبح هذا التركيز مزعجا للبعض، وهذا ما حصل أيضا في هذه المباراة. قرر المصور توجيه العدسة نحو إحدى الفتيات، فخرج شخص فجأة وبدأ ينظر إلى الكاميرات وكأنه يقول: نحن الرجال أيضا نستحق أن يتم التركيز علينا. عند مشاهدة هذا الفتى يبدو وكأنه ينتظر شخصا ما، ولكنه في الحقيقة وقف هكذا لكي يدع النساء يكملن طريقهن دون أن يشعرن بأي حرج، وقد فعل ذلك من باب الاحترام. وانتشر هذا المقطع مؤخرا في مواقع التواصل وأشاد الناس بفعلته كثيرا، ولو فعل الجميع مثل ذلك لأصبح العالم مكانا جميلا جدا للعيش. جميع الناس في العالم يحبون الحصول على أشياء مجانية. في هذا المكان حصل تسرب في أحد الأنابيب الموجودة على الجسر، فبدأ الناس يمررون سياراتهم من تحت الماء لكي يستطيعوا غسلها مجانا ودون بذل أي مجهود. وبعد فترة قصيرة اصطفت السيارات وبدأ الناس ينتظرون أدوارهم بسبب الزحام، ولم يتوقف الأمر هنا، بل قام بعض الناس بإعادة التجربة مرارا وتكرارا. سائق توك توك في الهند يقومون بتزيينها بالأضواء، وفي بعض الأحيان يبالغون في ذلك كثيرا، ومع الزمن أصبح هذا الأمر رائجا هناك، ولذلك لم يعد مستغربا رؤية ذلك. ولكن هذا الشخص فعل نفس الأمر بدراجته النارية وقام بتزيينها بالأضواء بشكل مبالغ فيه. يبدو أن هذا الشخص لن يفلت من شرطة المرور أبدا، لأنه ملفت للانتباه أكثر مما يلزم. بعض الناس لا يستطيعون إيقاف أنفسهم من الاستعراض إذا ذهبوا إلى أي مكان، مثل هذه الفتاة التي ذهبت إلى الحانة مع أصدقائها ثم جلست على الكرسي ووضعت رجليها على الطاولة، والتي كانت مرتفعة عن الكرسي، والكرسي كان صغيرا، ففقدت توازنها وسقطت على الأرض. ولو أنها اكتفت بالجلوس مثل الأشخاص العاديين لما أحرجت نفسها بهذا الشكل. هذا الشخص أراد ركن القارب باستخدام الرافعة الشوكية، ولكن القارب بدأ يتحرك من تلقاء نفسه، فنزل لكي يوقفه دون أن يرفع مكابح الرافعة، فبدأت الرافعة في التحرك، فترك القارب لكي يوقف الرافعة، فتحرك القارب مرة أخرى، ثم تحركت الرافعة الشوكية، وهكذا ظل الأمر يتكرر مرارا وتكرارا، ولو أنه استعان بالمكابح لما اضطر لفعل كل هذا.
إلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم الأوفياء، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات، اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.